ومجرد وجود حضرتك معانا في احتفاليه النهارده دليل اضافي على تاريخيه اللحظات اللي احنا بنعيشها، وهي بالفعل لحظات تاريخيه. احنا النهارده بنحتفل احنا وكل حضراتكم، كل محبي وكل عشاق هذا الكيان المحترم نادي الاهلي العريق بكل تاريخه المضيء والمشرف. بنحتفل معاكم النهارده بافتتاح استاد الاهلي، حلم كبير وبيبتدي يتحقق، هو اول ملعب رسمي للنادي الاهلي. يعني نقدر نقول ان هو بدايه لحلم اكبر واشمل، حلم انشاء استاد خاص بالكامل بالنادي الاهلي. طبعا بنتوجه بالشكر بالاصاله عن انفسنا وبالنيابه عن كل القائمين على النادي الاهلي، بالشكر لكل مؤسسات الدوله. الحقيقه تعاون مثمر ومحترم جدا الحقيقه بين كافه مؤسسات الدوله وبين النادي الاهلي وعلى كل الاصعده وعلى كل المستويات، وكل ده طبعا بطبيعه الحال لصالح مصر ولصالح الرياضه المصريه. التعاون ده اسفر عن حصول النادي الاهلي على حق انتفاع استاد السلام اللي اصبح استاد الاهلي والسلام. الشركة الراعية للنادي الاهلي شركة وي الحقيقة عندها طموحات كبيرة جدا 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 مع النادي الاهلي، حملت على عاتقها تطوير ملحوظ في كثير من الجوانب تخص النادي الاهلي وايضا تخص جمهور النادي الاهلي، واكيد حضراتكم تابعتم معانا من ايام التطوير الكبير اللي حصل في قناة النادي الاهلي اللي بنتمنى تكون حضراتكم مستمتعين بكل لحظة اثناء متابعتكم ليها. ده ملعب الاهلي، ملعبنا اللي هنلعب عليه كل ماتشاتنا محليه وافريقيه، اكيد هيكون ملعب كمان فريق الانتاج الحربي، وزي ما انتم عارفين ان علاقه الاهلي دايما ممتده مع كل الانديه، وكمان الاهلي دايما داعم لكل منتخبات مصر. فالملعب ده تحت امر الفرق والمنتخبات طبعا بالاتفاق مع الاهلي وشركه الاداره. احتفاليه رائعه على ارض مدينه السلام وبحضور لفيف من الشخصيات الهامه. معاكم على الهواء عبر شاشه قناه الاهلي، بنستمتع كلنا بهذا الحدث المهم، زي ما قلنا هو حدث تاريخي. زي ما نهاوند قال بالفعل احنا النهارده متشرفين جدا بوجودنا ضمن مجموعه ولفيف من الشخصيات العامه ونجوم في كل يعني المجالات اللي حضراتكم ممكن تتخيلوها. انتوا طبعا عارفين كويس قوي جمهور وعشاق النادي الاهلي منتشرين في كل مكان، مش في مصر ده في العالم كله، سواء من المصريين المقيمين في الخارج او حتى من العرب من عشاق هذا الكيان العريق. وزي ما قلنا في تعاون مثمر بين النادي الاهلي وبين كافه مؤسسات الدوله، عشان كده العلاقه بين الاهلي ووزاره الشباب والرياضه الحقيقه دايما بتشهد يعني تعاون رائع ومميز. واسمحوا لنا نتوقف الان مع كلمه السيد الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه يعني اود ان اعبر عن امتناني وشعوري يعني بالسعاده ان احنا موجودين النهارده في ظل حدث جديد شويه، حدث كبير. دايما كنا بنقول احنا في نيمينج رايت وفي بي او تي وفي مصطلحات كده كتيره كنا بنتمنى ان هي تكون موجوده. دايما كنا بندفع الجانب الاقتصادي والاستفادة من منتج كرة القدم ومنتج الرياضة. في الحقيقة يمكن النهاردة اتحقق هذا الموضوع وهذا المصطلح كبير، فعندنا نيمينج للستاديوم او تسمية للسادات، عندنا حقوق اسمية بقت موجودة، عندنا كمان حق انتفاع، عندنا تطوير منشأ زي الدكتور زاهي في الحقيقة ما ذكر. الحقيقة دي كلها إضافة قيمة، إضافة كبيرة في ظل دفعة قوية جدا 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 للرياضة في مصر والمنشآت اللي يعني عمرنا ما شفنا هذا التطوير بهذا الحجم، في ظل الدفعة القوية من القيادة السياسية الحكومة المصرية لكل شيء في الرياضة المصرية. يعني عن نفسي كوزير الشباب والرياضة تقدم الشكر والتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي المحترم بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وبشكر كل اللي موجودين، لكن أيضا مش هنسى أن أنا أشكر إحدى الشركات الوطنية اللي أضيفت لهذا القطاع الرياضي الكبير شركة السادات للحقيقة مساندتها في التطوير الكبير سواء في المشروع القومي للاستادات في مصر او اليوم اللي احنا بنشوفه، لانه في تعبير بالغ الاهميه كبير
إدارة أحداث رياضية، إدارة حدث. إحنا شايفين حتى مفهوم وشكل افتتاح ودقة تنظيمه كمان. فيعني إن شاء الله يكون هذا الصرح الكبير إضافة كبيرة، ملم ومتابع من فترات طويلة. وفعلا شفت بيان النادي الأهلي قال الاستاد موجود بيخدم الرياضة المصرية، بيخدم جميع الفرق أو الفرق. ده شيء مهم جدا جدا. وبأكد تاني، يمكن احنا من النص الأخير من التسعينات بدأت هذه الظاهرة في أوروبا، وبدأت كمان بعض الدول يمكن العربية تاخد هذه الحقوق لأحد الاستادات الكبيرة اللي احنا نيمينج ذا ستاديوم أو نيمينج رايتس، حقوق الاستادات أو الحقوق الإسمية. لكن هنا في إضافة كبيرة جدا. أنا بأبارك هذا الحدث، بأبارك هذا الافتتاح، بأبارك هذه الإضافة. إن شاء الله يكون في تطور على طول، إضافة للكرة المصرية اللي دايما كل يوم بنقول احنا بنتباهى بفرقنا، بنتباهى بمنتخباتنا، بنتباهى بالكرة المصرية. وأكيد حدث النهاردة تأكدوا تماما مش بس بيبث للمصريين، لكن بيبث في العالم كله. فده تأكيد على دور المحوري للرياضة المصرية والدور كبير جدا اللي بتقوم بيه الأندية. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس الإدارة المحترم. شكرا والسلام عليكم. شكرا سيادة الوزير، ومبروك علينا جميعا. أكيد نادي وقناة وجمهور، شكرا لك يا فندم.